يعني زي ما كنا بنتكلم كمان في بداية الحلقة يا مصطفى عن ترشيحات للتغيرات الوزارية، يمكن كاميرا صباح الخير يا مصر نزلت الشارع وسألت الناس عن رأيها في التغيير الوزاري المرتقب وإيه الملفات المطلوب إنجازها من الحكومة الجديدة. خلونا نشوف الناس قالت إيه في الشارع. المطالب الرئيسية التعليم والصحة، تشغل الشباب بما يرضي الله كده، وتشوف بقى مشكلة المدارس والتعليم. وأكيد يعني لو بنتكلم على المجالات اللي ممكن يبقى الاهتمام عليها أزيد شوية، ممكن نتكلم على الصحة والتعليم، هو أي أساس أي دولة بتنهض على الجزئين دول. ممكن بعد كده بقى نبص لحتة المجالات الطاقة، لازم عندنا مصادر طاقة كتير عشان طبعا الأزمة اللي احنا بنشوفها دلوقتي واللي بنواجهها. العدل على جميع المستويات في الصحة والتعليم وكل مستويات المعيشة، يبقى في عدل بين جميع الأفراد. يعني التعليم والصحة والصناعة دول من أهم حاجة وأهمهم كمان. أنا بالنسبة لي شايف إن الصناعة لازم ننهض بالصناعة عشان نرفع البلد يعني. وياريت في رقابة كمان تنزل الأسعار للناس في الأسواق، ينزلوا ويشوفوا إيه الأسعار في للناس الغلابة اللي هي أسعار غالية ليهم، يشوفوا كل الحاجات دي. أنا مع توسيع الدايرة، لأن شخص واحد لما يدير الدنيا دي كلها هتبقى صعبة عليه، لكن لما يبقى معاه شخص وفريق تاني بيساعده دي هتبقى أفضل وأفيد للمكان نفسه وللمحافظة نفسها أو للوزير نفسه أو للوزارة نفسها. لا تفصل منفصل سبب واحد، لو أنت عملت الوزير يبقى ماسك ثلاث وزارات مش قادر يقوم بالعمل على أكمل وجه. أما كل وزير مثلا التعليم لوحده والصحة لوحده يقدر، لكن لو دمجتهم مع بعض مش قادر يتحمل المسؤولية كلها. هي النصيحة للحكومة الجديدة إن فعلا يكون في حاجة زي كده، نائب لأي وزير عشان تبقى الدنيا ماشية. ما فيش حاجة اسمها لازم يجي الوزير، مش لازم الوزير هو كل حاجة يبقى الوزير الوزير الوزير، لا لازم في مشاركة مع بعضين. يتم بدمجها عشان خاطر ان هم يخدموا على بعض، ان هم يكملوا بعض. وزارة الاقتصاد، وزارة الصناعة، وزارة التجارة، وزارة الصناعة، الحاجات ديت لو عملوا كومباينيشن كويس وعملوا تعاون كويس هيبقى في نتيجة كويسة. لو احنا قدرنا ندمج العلم بالتكنولوجيا ونعمل صناعة محترمة نغزو بيها مصر والدول المجاورة ونبدأ بالدول الإفريقية وبعد كده للدول الأكبر، مصر هتنتقل في حتة تانية. كل التمنيات للحكومة الجديدة أن هي تلبي أمال وطموحات الشارع المصري اللي يعني ليل نهار بتتمنى أن هي يعني تصل للأفضل في كل المجالات.